حقيقة وفاة حسني مبارك بعد أزمة صحية وإجراء جراحة عاجلة. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى. ورغم التكهنات والمنشورات حول الواقعة إلا أن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق قد كشف التفاصيل من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأعلن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن والده أجرى الخميس 23 من شهر يناير عملية جراحية وحالته مستقرة. وقال علاء مبارك في تدوينته: أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله. وكان حسن الغندور أحد المقربين من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نفى تعرض الرئيس مبارك لوعكة صحية ونقله للمستشفى. وأكد الغندور في تصريحات صحفية أن مبارك بخير، ولا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة. وقالت وسائل إعلام إن الرئيس المصري الأسبق نقل في سرية تامة إلى مستشفى الجلاء العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. وأفاد مصدر بأن الرئيس المصري دخل الثلاثاء الماضي إلى المستشفى، وكان من المقرر حجزه في قسم الدماغ والأعصاب لإجراء فحوصات طبية، إلا أن نجليه جمال وعلاء رفضا أن يتم وضع مبارك في جناح مفتوح. ويذكر أن تلك ليست هي المرة الأولى التي يتم تداول فيها شائعة وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ففي شهر يوليو من العام 2019 ترددت شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عاماً متأثراً بأزمة قلبية كما أشيع. ولكن نفى فريد الديب محامي الرئيس الأسبق ما أثير حول وفاته، مؤكداً أنه كان يحدثه منذ قليل وأنه يتمتع بصحة جيدة، وشدد على أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرا. وأضاف أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.